لو نفسك تشارك في الموسم الجاي من الفرصة، مراكز كرياتيفا اللي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل أنحاء مصر هتساعدك تطور مشروعك. النهاردة في سوهاج. عرفت كرياتيف عن طريق السوشيال ميديا، وبعد كده كان في ورش متقدمة في ريادة الأعمال، ففادتني كتير في ريادة الأعمال، وكانت كذا ورشة لغاية ما وصلنا لصناعة الفكرة وعملنا فكرة فعليا ونشغلين فيها دلوقتي. عشان اخد كورس واخد حاجة يعني اوف لاين واتفاعل معها، ده كان صعب يعني من ناحية المادية، ومن ناحية التانية زي مثلا مواصلات او عايز اروح حاجة كويسة بتبقى صعبة. انما دلوقتي هنا كرياتيف في قلب الجامعه نفسها وموفره كل حاجه، مش بضطر اروح مكان تاني. يعني كنت في الاول مضطر اسافر مثلا اسيوط، اقرب مكان يعني كرياتيف اسيوط، او ممكن اروح القاهره. لا ده مكان في الجامعه، يعني انا ممكن بخلص محاضرات، كنت في ايفنت معين بخلص المحاضره وباجي احضره. وزارة الاتصالات اول ما بدات تفتح بقى البرانشز وتنتشر في الصعيد مصر، يعني لا الوضع فرق جامد معنا، خصوصا للبنات. البنات يعني وضعها صعب في السفر، يعني انا حتى بعد ما خلصت عندي مشكلة، انا مش قادرة اوظف اللي اشتغلت بيه. طب هعمل ايه؟ بدأت اوظف ده بقى في شغل الفريلانسنج وشغل ريموتلي اللي وريدي اتعلمناه برضو في سيشنز في كرياتيفا. لمزيد من المعلومات زور المقر في جامعة سوهاج أو تواصل من خلال www.creativa.gov.eg.